ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير، ومرحبا بكم في قناة دليلة كويزين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. لا شك أنكم عرفتوا وصفة اليوم اللي هي كلاس أو بولو بالفواكه، سهل التحضير، مكونات متوفرة في جميع البيوت. نبدأ على بركة الله، نخليكم مع المقادير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج لها كلاس ديالنا، عندي هنا تقريبا شي جوج بنانات مجمدين، عندي معلقة كبيرة ولا جوج ديال اليوغورت الطبيعي، سكر شي 4 معالق كبار على حسب الذوق، عندي زلافة ديال الفخاز والفرامبواز مجمدين، عندي كاس معمر ديال الحليب. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد لاكلاص ديالنا. غادي نبداو بسم الله، غادي نطحنو بعدا الفواكه ديالنا، غادي نطحنوهم مع السكر، غادي نشوفو المراحل ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا شكل فخاز وفرامبواز في هذا الكاس، ونضيف عليه الحليب. غادي نطحنوا واحد شويه وعاد نضيف عليه البنان. في هذه المرحله ضفت اليوغورت وسنيده، ومن بعد عاد ضفت البنان. مع هذه اللقطه تمسحت لي من الفيديو كما كتشوفوا في لي فوتو. هنا من بعد ما طحن لاكلاص ديالنا، انا قسمته على جوج، واحد غندير فيه نكهه ديال الفرامبواز، والاخر غندير فيه نكهه ديال الفخاز. نخلطو مزيان. غادي هنا عندي هاد الليمون، درت فيهم هاد العويدات راه كيتباعو، غادي دابا نعمرهم بهاد الخليط اللي صيبت. ليمون هنايا عمرتهم بالكلاص ديال الفرامبواز، والكلاص ديال الفخاز درتهم في هاد الليمون كيفما كتشوفوا. غادي نغطيهم، غادي نثقبهم بشي موس ولا هذا باش ندخل دوك العويدات، ومن بعد غادي ندخلهم للمجمد باش يبردوا، من بعد نتلاقاو من بعد ما يجمدوا. بولو او لاكلاص ديالنا ها هو واجد، نتمنى يعجبكم وتجربوه، راه فعلا كيجي رائع، وخصوصا مصيب غير بالفواكه الطبيعيه، يعني ما فيهش اي ماده حافظه. ما تنساوش تابونوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا لايك وبارطاج، بارطاجوه مع اصحابكم وحبابكم، والى فيديو جديد ووصفه جديده. خليكم في امان الله.